الإشكالات اللي هي مرتبطة بالملفات ديال الحكامة تم التدبير ديالها في إطار الحوار مع المهنيين، سواء تعلق الأمر بقضية ديال الرقابة ولا أيضا ديال المراقبة ولا ديال التدقيق بما هو أوديت، كل قطاع اللي كانت عنده إشكالات من هذا القبيل حليناها. كان التدبير الثاني والإجراء الثاني اللي مرتبط بالواقع الاجتماعي أساسا ديال المهنيين. اليوم الملف ديال التغطية الاجتماعية غيكون فيه ورقة جاهزة في أواخر دجنبر 2017 أننا نقدموا مقترح عملي للمهنيين باش ينخرطوا في هذا القطاع. الشق الآخر اللي كان مرتبط بالتكوين المهني ديال جميع المهنيين واللي مرتبط في شقه الرئيسي أيضا بحوار ديال 2011 الاجتماعي، أعطينا فيه حلول اللي هي مرتبطة ب تقليص ديال المدة ديال التكوين وأيضا تقليص ديال التكلفة إلى أكثر من النصف بالنسبة لما سميناه بالتكوين اللي هو السريع. وأيضا حاولنا أننا ندقوا في التغطية الاجتماعية ديال العديد من المهنيين وخاصة تعليم السياقة اللي اليوم اتخذنا فيه إجراءات اللي هي مرتبطة بالتسعيرة اللي كانوا المهنيين تيطالبوا أننا نحدوا وحددناها، وأيضا حددنا مجموعة من المعايير اللي هي مرتبطة بالحلبات وبالتكوين النظري الامتحان النظري وأيضا بالامتحان التطبيقي وأيضا التغطية الاجتماعية الضرورية من خلال عقد مع ديال المدربين اللي تيدربوا في هذه المدارس. الإخوان ديال النقل ديال سواء كان ديال السلع البضائع النقل المحلي او الدولي كانت فيه اجراءات اللي هي اجراءات ايضا معياريه اللي هي مرتبطه بشق ديال التفاوض مع فيما يتعلق بالرخص الثنائيه، وكان ايضا شق اللي هو مرتبط بالمراقبه للقطاع المهنيين كانوا تيطلبوا اننا ما نخليوش التصديق الانفرادي ممركز على صعيد الدار البيضاء فاستجبنا لهم. ثم ايضا تم الاستجابة للمهنيين ديال النقل المدرسي والنقل السياحي وايضا النقل المزدوج من خلال اعطاء اجابات عن كل نقطة اللي طرحوها، واللي اليوم اللقاءات اللي جات من بعد الحوار كانت لقاءات ايضا تقنية ولقاءات مع الادارة واللي استجبنا فيها ايضا جميع الطلبات اللي طلبوا بها هاد الاخوان هادو في هاد القطاعات.